دي تقارير مراقبة برهان الحاوي يا فندم. ده برهان ده طلع نشيط جدا، متحرك على الاخر، شكله حكاية كبيرة كده يا فندم، ومنيلة بستين نيلة. بقولك ايه، مين الست اللي راح زارته في المكتب دي؟ رجالة المرابعة ما يعرفوش للأسف، كانت راكبة تاكسي، لو كانت راكبة عربية كنا خدنا النمرة وعرفنا هي مين. ده كلام يا هبة، دي مش طريقة شغل، كانوا على الأقل لازم يصوروها وبعد كده نتصرف نعرف هي مين. خلاص يا فندم، أنا هبلغهم أي حد يقابل برهان لازم يجيبوا آخر. طب وشركة الجراح اللي راح يزورها دي؟ دي شركة حراسة وأمن، غالبا هو المستشار القانوني بتاعه. وبعدها طلع على شركة شكري الباشا. ادي شكري ده لوحده لغز، وعلاقته ببرهان غريبه جدا، ولازم عينينا تبقى عليه الايام اللي جايه. حاضر يا فندم. احكي لي بقى، عملتي ايه مع مجدي ورجاله الدعم الفني في موضوع السجن؟ من بكره هنبقى هناك وبنعمل اللازم. تمام. في حاجه برضو مهمه جدا، عاوزك تخلي فايز يكلم برهان ويقول له اني عارف اني انا رحت زرت سراج في السجن. معقول يا فندم انا اكشف له الورقه دي؟ ما هو كده كده هيعرف من سراج، بس احنا كده هنضرب عصفورين بحجر. من ناحيه برهان اكيد هيشك اني انا رحت لسراج بصفقه عرض، فهو هيحب يامن نفسه وهيروح له بعرض تاني، واحنا هنبقى بنسجل كل اللي بيحصل ده صوت وصوره. النقطة التانية بقى، ما ينفعش ان برهان يشك في اختفاء فايز. ما هو فايز ما ينفعش يختفي طول الفترة دي من غير ما يقول له على خبر زي ده، مش كده؟ كده يا فندم. يبقى اتفقنا.